انضم التوكن ألتيما إلى منصة كوين دبليو للعملات المشفرة مؤخرا، وبحسب كوين ماركت كاب تعد كوين دبليو من أفضل 50 بورصة للعملات المشفرة حول العالم، حيث يصل حجم التداولات اليومية فيها إلى مليار دولار. وخلال 6 سنوات تحتضن المنصة أكثر من 7 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، وتحتل المركز 8 بين البورصات عالميا. الآن سنناقش في هذه التعليمات طريقة التسجيل في هذه البورصة كوين دبليو وشحن الرصيد وشراء ألتيما، لذا كن معنا. أولا، لا بد من التسجيل في البورصة، لذلك انتقل إلى موقع البورصة وانقر على زر ريجستر في الجهة اليمنى العليا. تقدم لك البورصة للتسجيل خيارين، إما باستخدام رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني. في هذه التعليمات نختار الطريقة الثانية، ندخل البريد الإلكتروني ثم نكتب كلمة مرور مناسبة وهي كلمة السر، ثم ننقر على زر سند كود. هذا كل شيء ببساطة. سيظهر إشعار بسيط لإكمال إجراءات التسجيل، وبعد إتمام هذه الإجراءات تصلك بريد إلكتروني يحتوي على الكود. انسخ الكود وادخله في القناة المناسبة، ثم وافق على اتفاقية المستخدم وانقر على زر Registered. يجب شحن الرصيد الآن في القائمة أعلاه، اختر Wallet بعدها Deposit. اختر العملة المناسبة لشحن الرصيد بها ونوع الشبكة في الصفحة الجديدة. في مثالنا نختار التوكن USDT والشبكة TRC20. سيظهر QR كود للشحن إضافة للعنوان النصي. قم بتحويل العملة المشفرة إلى العنوان المذكور بالطريقة المناسبة لك. انتظر لغاية إتمام معالجة المعاملة. بعد اكتمال عملية المعالجة ستلاحظ أن رصيد محفظتك قد شحن بنجاح. الآن في وسعك رفع أول طلب، والقيام بذلك في القائمة أعلاه اختر Trade Spot. بعدها انتقل إلى قسم البحث بالنقر على أيقونة الخطوط الأفقية الثلاثة، وفي شريط البحث أدخل اسم العملة المشفرة المراد الحصول عليها. لنختار الآن زوج العملات ألتيما USDT. اختر زوجات المعاملات المناسب من شريط البحث. سيتم فتح جدول للزوج العملات. يتاح شراء ألتيما بالسعر السوقي بالسعر الجاري، أو في وسعك رفع طلب ليميتد أوردر محددة بالسعر المناسب لك. كما يمكنك رفع الطلب من نوع ستوب ليميت أوردر، الذي يمكنك من تعيين ستوب برايس وليميت برايس في آن واحد للتحكم بسعر المعاملة. اختر نوع الطلب المناسب لك، ثم اذكر سعر شراء ألتيما في حالة ليميتد أوردر وكمية ألتيما المراد شراؤها، ثم انقر على زر باي ألتيما. كما ترى كل شيء بسيط لهذه الغاية. تم كل شيء بنجاح. قمت بشراء ألتيما عبر منصة كوين دبليو. لا تتردد من تحويل التوكنات إلى محفظة سمارت وولت لتتمكن من استخدامها لاحقا. شكرا لاهتمامك. مع السلامة.